مرحبا بحضراتكم. اكيد انا وكريم بقالنا فتره احنا بنتكلم او مركزين اكتر على العاب الدفاع عن النفس تحديدا، ليها العاب يعني خلينا نقول انواع مختلفه جدا، وهي العاب كتيره مهم جدا، وفي اهالي بتركز ان هي تعلم ولادها الدفاع عن النفس، خصوصا لما دلوقتي العالم بقى منفتح بشكل كبير جدا، البنات كمان بقت مهتمه برياضات الدفاع عن النفس، بتعزز الثقه خلينا نقول، بتبقى جيده جدا، بتبقى مهمه جدا كمان، وبتبقى سهله كمان للمبتدئين والسن الصغير. النهارده نتكلم عن انواع الفنون القتاليه، ومعانا لاعبه ومدربه هي في نفس الوقت. طبعا نرحب بضيفتنا كابتن زيزي محمود، مدربه فنون قتاليه، وحصلت مؤخرا على بطوله الفراعنه في الكيك بوكسينج. صباح الهنا. صباح الخير. منورانا يا كابتن. منورك، ربنا يخليك. الحمد لله تمام. هستاذنك بقى في البدايه نعرف الناس، هو في فرق بين الرياضات الفنون القتاليه ورياضات الدفاع عن النفس، ولا هما الاثنين واحد؟ رياضات الفنون القتالية فيها جزء دفاعي عن النفس، ولكن كورسات الدفاع عن النفس اللي بتتعمل بتكون مختلفة شوية. يعني مش شرط وانا بعلمك دفاع عن النفس ان انا اعلمك جاب كروس ولو كيك وهاي كيك والحاجات اللي بنتعلمها كلعبة فنون قتالية، لكن هم طبعا يعني في حاجات ماتيول بينهم كتير. طب الفنون القتالية اللي هي بكام رياضة بقى؟ لا، رياضات كتير قوي، بس في رياضة بتجمع بينهم كلهم وهي رياضة الـMMA، الفنون القتاليه المختلطه، بيكون فيها بتنتشر قوي في الفتره الاخيره، بقت بتتلعب كتير قوي، وبقى فيها كمان مؤخرا بنات كتير جدا. يعني على ما افتكر ان انا اول ما بداتها كان حوالي 5 6 بنات بس اللي بيلعبوها في مصر. ودلوقتي لا، دلوقتي عدد يعني ماتشات البنات في الـMMA في المنظمات بتبقى حوالي 15 ماتش ولا حاجه، بتبقى ماتشات كتيره. فالـMMA بيكون جواها بوكسينج، كيك بوكسينج، جودو، كاراتيه، مصارعه، جوجيتسو، جواها كل حاجه، وبقانون خاضع للـMMA للعبه دي. حلو جدا. طب احنا بقالنا فتره زي ما كنت بقول بنتكلم عن رياضات الدفاع عن النفس، وفعلا بقت منتشره وبقت فيها قبول كمان من المجتمع بشكل اكبر، وليها اهتمام كمان من الاعلام ومن الصحافه ومن يعني الناس في العموم بقت تحبها. الاقبال ده او النجاح ان هي توصل لكل الناس ده راجع لايه؟ يعني هل راجع مثلا النجاحات اللي بيقدموها الرياضيين بتوعنا، ولا الثقافه اتغيرت؟ يعني خلينا نعرف منك. الاثنين. احنا طول عمرنا من زمان على فكره بنقدم نجاحات في الالعاب الفرديه، رغم ان هي ما كانش عليها سبوت او اهتمام. صحيح. او الكلام ده، بس بصراحه مؤخرا بقى في اهتمام من الاعلام بالرياضيات دي. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى بيركز جدا على تكريم الابطال وعلى الاهتمام بيهم، فده فرق جدا في ثقافه برضو الشعب المصري يعني. ومؤخرا برضو ابتدى البنات تحب قوي ان هي تلعبها وتدافع عن نفسها، لانه حتى لو هي مش تلعب بطولة وهي مش مجبرة عشان تتمرن تلعب بطولة، اللعبة نفسها بتعزز الثقة بالنفس، فبتخلي البنت حابة تلعبها عشان ثقتها بنفسها تزيد في الشارع. طب ما تحكي لنا عن قصتك انت شخصيا بقى مع الفنون القتالية، وابتديتي بيها على طول ولا لعبت رياضة تانية في الأول؟ انا بدايتي اصلا انا البنت الوحيده، ووالدي كان مش حابب خالص، ولحد النهارده هو ما بيحبش يشوف ماتشاتي ولا يشوف لعبي ولا الكلام ده، بيخاف عليا جدا. يعني حق طبعا، ما حاجه فانا رحت اتمرنت في البدايه يعني مع نفسي كده، وبعدين اول ماتش ليا فاجئته ان انا عندي ماتش بهزار كده، ودخلت جريت على الاوضه، ولما هو شافني بنجح وبحقق نجاحات ومبسوطه خلاص ابتدى ينبسط لنجاحي. ما لعبتيش رياضه ثانيه قبلها؟ لا، انا اول ما بدات MMA. انا كنت عايزه الـMMA. ليه؟ كنت بحبها قوي. انا ما بحبش اتقيد في حاجه معينه. يعني في الـMMA هنا انا بلعب مع بطل الجمهوريه في ملاكمه. هنا احنا بنلعب على الضلع، ويوسف حد يعني بطل كبير ما شاء الله، برضو بنلعب على الضلع. بنشتغل على الضلع. هو بيضربك بجد يعني ضربة؟ يعني بقى جسمي كله بيتحرك معايا. فانا كنت حابه قوي الـMMA، ما بحبش اتقيد في حاجه. يعني ممكن وانا بضرب بوكس احب اخد مصارعه، ممكن في المصارعه اقرر اسيب واكمل بالرجل مثلا. أوكي. ممكن اقرر فجاه ان في المصارعه عايز انزل جوجيتسو. انا ما بحبش اتقيد. على فكره الوالدك يعني ده مدربي كابتن نبه، خايف منه. تاكدي ان في كتير جدا من الاهالي واللي عندهم اطفال صغيرين لسه هيبتدوا يخلوهم يمارسوا الرياضه، وممكن يبقى الولاد حابين يمارسوا رياضه من رياضات الفنون القتاليه، لكن الاهالي انت عارفه بيبقى قلبهم يعني وكلهم على اولادهم، يتضرب لا يتكسر لا يحصل. ف ايه اللي حاصل مع اولياء الامور اللي بتشوفيهم بقى ايه لسه قلقانين في المرحله الاولى من مشوار ولادهم في الرياضات دي؟ بص حضرتك، حابه الفت نظرك جدا، لان انه كل الرياضيات فيها اصابات.
حتى السباحه اللي المفروض ما بختلطش فيها مع بني ادم اصلا فيها اصابه للكتف وفيها اصابات. اصابه عن اصابه تفرق اكيد طبعا، لكن شفت التمرين بتاع بنلعب على الضلع ده ده البطوله الاخيره عشان دي رياضات يعني اللي هي خلينا نقول مش هقول يعني عنيفه، بس هي تصنف ان هي رياضات شويه فيها عنف غير السباحه والتنس والسكواش، رياضات بعيده تماما عن العنف. لكن طبعا ليها ناسها. انا يعني انا حابه الفت نظركم ان انا على مدار انا من وانا عندي 15 سنه حاليا 24 ما اتصبتش الحمد لله غير اصابتين بس، فده يعني كل ما بتحافظ على نفسك بتركز اكتر. وطبعا هو موضوع قدر برضو بحت واللي ربنا كاتبه لك، الموضوع بيكون عادي يعني في كل الالعاب فيها اصابات. صحيح. هو اللي ربنا كاتبه لك كده كده هتشوفه. فلا انا بقيت اشوف اولياء امور، انا مامتي من الناس اللي وانا بتمرن اما اخد ضربه بتزعق لي اقفلي وشك كويس العبي كويس. حلو. يعني مامتي كده. أوكي. وبتبقى خايفه جدا عليا، بس هي من جواها خلاص هي بقت فاهمه وعارفه اني بحب ده، فهي هي اللي بقت بتحفزني، بقيت بسمع صوتها وانا بلعب في الماتشات ان هي تحفزني ده. اه طبعا انا ما اقدرش العب من غيرها. لكن الوالد ما بيجيش. ما يقدرش. أوكي. لا هو ولا اخواتي ما يقدروش نهائي يشوفوني في الوضع ده، حتى لو واثق ان انا هكسب ما بيقدرش، بس يشجعني يعني قبل الماتش دايما كلمه بابا الوحيده ليا صحتك اهم من كل حاجه، مش مهم تكسبي دايما. حلو. يقول لي حلو كده. ده على فكره ده حلو جدا، ده دعم معنوي بشكل كبير جدا. طب البطوله الاخيره بطوله الفراعنه للكيك بوكسينج خلينا نسمع عنها او يعني عرفينا اكتر، وانت شاركتي فيها وفزتي فعايزين نعرف تفاصيل عنها اكتر. المفروض ان انا كنت قاعده 3 سنين اصلا بسبب الاصابه الاخيره دي كانت شديده شويه، فكنت لسه راجعه مع كابتن بهاء جداوي اللي كان بيضربك بجد. انا فاكره التمرين ما بيبقاش ضرب بجد. لا عشان طبعا كده بسالك، بس واضح ان التمرين كانه لا بجد جدا. فبعد شهر تجهيز معاه قال لي انا هنزلك البطوله، فقلت له لو شايف ان انا جاهزه، لانه شهر بعد 3 سنين انا ما عنديش مشكله. قال لي انت من جواكي نفسيتك مؤهله؟ قلت له لو انت شايف ان انا جاهزه انا هنزل، انا ما عنديش مشكله. قال لي خلاص يبقى توكلي على الله. دخلت البطوله لعبت 3 جولات وجيت في اخر الجوله نوك اوت، الضربه القاضيه يعني. طبعا هو كان مدربني، انا كنت عشان متعوده في الام ام اي على ضربه واهرب ضربه واهرب، فالملاكمه ما فيهاش كده، دي كانت بطوله ملاكمه. قال لي اقل حاجه 3-4 ضربات وتهربي، فنفذت فعلا الخطه اللي قال لي عليها والحمد لله كسبت. بعيدا عن اجواء المنافسات والبطولات، ما فيش مره في حياتك الشخصيه السؤال ده كان كده كده لازم انك تعملي نوك اوت في حد او اتحطيتي في موقف؟ ببقى نفسي والله، بس من احلى حاجه يعني احلى حاجه في الالعاب القتاليه ان هي فعلا بتخليك بني ادم هادي. يعني على فكره انا عصبيه وخلاقيه جدا، بس اللعبه فرقت معايا جدا في نفسيتي في هدوئي في تمالك الاعصاب. يعني عكس ما الناس بتبقى فاهمه ان دي العاب عنيفه بتخليك بني ادم عنيف وبني ادم شرير، لا كله بيقول كده على فكره. هي بتحول لا بالعكس، هي بتحول البني ادم العصبي لبني ادم هادي، بتخليني عارفه قدري وعارفه اني ممكن اذيك وعارفه ان الحق ممكن يتاخد بكذا طريقه، وخاصه ان هي بتشغل مخك جدا. اوقات كتير انت بتكسب بذكائك مش بقوه ضربتك. كتير جدا بتكسب بالطريقه دي، فخلاص انا اتعودت من اللعبه ان انا في كذا طريقه اخد بيها حقي، فلازم ابقى هاديه لازم افكر فببقى هاديه كتير. القدرات يعني الذهنيه زيها زي الـ 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 يعني جسدية. القدرات الجسمانيه يعني انت ممكن تنمي وتطوري قدراتك الجسمانيه، لكن ذهنيا برضو ممكن ده يتطور جدا. انا كان في حد بيتمرن معايا احتراما لخصوصيته بدون ذكر اسمه، كان بيرتبك لو قلت له يعمل حاجه وسمع صوت جنبه، هي شخصيته كانت كده. يرتبك لو حد يعني عدى من قدام الباب وهو مقفول. الشخص ده دلوقتي ما شاء الله اتفرج عليه مشيته في الجيم، ده من اراء الناس اللي كانت في الجيم، فارد جسمه عنده ثقه بنفسه، بقى دلوقتي بيضرب بال3-4 ضربات في وقت واحد، بقى بيضرب ضربه معينه اقول له عليها فجاه اقول له اضرب ضربه ثانيه يعملها. يعني انت بتدربيه اصلا؟ بالظبط. فلا بتنمي جدا القدرات الذهنيه، وزي ما قلت لحضرتك هي بتفرق جدا 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 في التفكير. انا لو واقفه بتمرن ومش مركزه في كل ثانية بتحصل فيها ايه، مش هو الجيم مدته قد ايه تقريبا؟ بصي لو بيجانرز ما ينفعش نكتر من 40 دقيقة عن ساعة. مثلا الادفانسد او اللي بيلعبوا بطولات مثلا زي انا كنت لسه في التمرين امبارح، ممكن من 2:30 لـ3 ساعات عادي. اوكي. يعني ممكن نقضي اليوم كله مفيش مشكلة عادي. بنتمرن برضو مرتين في اليوم لو في تجهيز لبطولة، مرة الصبح ومرة بالليل. الجيم نفسه مش التمرين، البطولة الماتش يعني. لو هواه
اماتور بتبقى دقيقتين وحوالي الراحه نص دقيقه. هنقول 40 دقيقه بنلعب. لا يا نهار ابيض كتير ما لا افكر في الاجابه اكيد مستحيل. وبتكون يعني في جولتين لو احتراف برضو على حسب احتراف من اي نوع او اي منظمه بتفرق، بتبقى 3 دقائق في 3 جولات او 4 دقائق في 4 جولات او 5 دقائق في 5 جولات. يعني السرعه مطلوبه، التحضير مطلوب، التركيز، كل حاجه يعني. كل حاجه لازم العقل شغال مع الجسم، مع السرعه، مع القوه، مع انك تسمعي اللي الكابتن بيقوله، مع ان انت تفصلي اي حاجه الجمهور بيعملها لانه ممكن يعني صحيح. جمهور الخصم اللي قدامك يستفزك. واجهتك ده بيحصل كتير. اي صعوبات كمدربه وساعة لما بتيجي تدربي مثلا شباب او رجال، يعني فكره ان الشباب اللي بيلعبوا مثلا رياضه قتاليه ما وبيتدربوا على ايد مدربه ومش مدرب، هل نتج عن ده اي كواليس جديره بالحكم؟ بص، هو احيانا بالذات ان انا بادئه تدريب من وانا 17 سنه كمدربه فنون قتاليه، فكنت صغيره قوي بشكل يدي ان انا اكبر شويه، بس كنت صغيره قوي. فاوقات ممكن حد يبقى جاي يتدرب عشان نفسه يتعرف، جاي يهزر، جاي بحس الصراحه من الضيوف. يعني انا جاي اتعرف، يعني انا انا هموت والعب اللعبه دي، انت مش فاهمه بحبها من زمان. لكن هو يا حبيبي برضو اللعبه ما كانتش مفهومه قوي، فلما بيخش في الاعماق بتاعت التمرين بيقول لك لا والله انا اصلا انا جالي سفر فجاه هولندا 6 سنين، انا غيرت، انا مش عارف ارجع من 6 سنين هرجع. يعني يوم ما يقرر يتعرف يروح فنون قتاليه ويتعرف على الكابتن ما بيبقاش فاهم بقى، بيقول لك مدربه وهتبقى بنت وضعيفه وهاديه ما كانتش لسه اللعبه برضو مفهومه قوي. لكن دلوقتي لا، كل الناس اللي معايا ناس جايه تتمرن بجد، ناس حابه حاجه معينه مثلا في كابتن زيزي حابين ان هم يكتسبوها منها. حتى مثلا في مكان ممكن لما اسيبه لظروف ما الاقي ناس بتكلمني على الاكونت بتاعي، لا محتاجين نعرف مكانك ضروري، هو انا عايزك انت بالتحديد او ابني عايزك انت بالتحديد. زيزي ده اسمك الحقيقي؟ لا ده اسم الشهره. اوكي. وده الاسم اللي انا حتى يعني معروفه بيه في البطولات والكلام ده. طب عايز تقولي اسمك ولا؟ عادي، انا بحب اسمي جدا، اسمي الحقيقي زينب. زينب حلو جدا. حلو جدا. بس هو ده اللي اتعرفت بيه بقى من طفولتي. واول بطوله خلاص زيزي زيزي، فكله بقى عارف زيزي. طب زيزي انت دلوقتي محققه عندك 24 سنه على مستوى كرياضيه وعلى مستوى التدريب نجاحات هنا وهنا، لسه 24 سنه لسه قدامك وقت طويل جدا، حتى لو انتهت الفتره بتاعتك كلاعبه تقدري تكملي لما لا نهايه لغايه لما انت عايزه او تقرري بالزبط. كمدربه، هو ده اللي انت عايزاه ولا عايزه بجانب ده تشتغلي حاجه تانية؟ انا ما اعرفش انا وكريم ما سالناكيش اصلا، بتشتغلي حاجه تانية؟ هو انا اصلا خريجه اعلام. الله. وانا يعني نفسي ان انا اكون في مجال الاعلام. لكن انا دايما يعني مؤمنه ان ربنا لما بيحط حد في حاجه فده الوقت المناسب ليها، فانا ما بوقفش اللي انا بعمله عشان حاجه تانية، انا بكمل في اللي انا بعمله مع السعي للحاجه التانية. دي حصلت تمام، ما حصلتش انا برضه باللي ربنا بيعمله. يعني في يوم من الايام حابه برضه تدخلي الميديا او الاعلام. بالظبط كده. انت على فكره في ايدك تعملي الاثنين، حتى بالذات بقى احنا في زمن السوشيال ميديا بصفه خاصه، فممكن جدا يبقى تمارسي الاعلام الى جانب يعني اللي انت بتعمليه كمدربه للفنون القتاليه. ده فعلا اللي انا نفسي اعمله، يعني خاصه ان انا بدرب يعني فريلانس، اللي هو بدرب برايفت اماكن محدده. أوكي. وقت محدد، وببقى طول الوقت بتاعي عشان طبعا تمريني راحتي اكلي. طيب عايز عشان ما نختمش من غير ما نسالك السؤال ده، هنرجع تاني نسترس عليه، ما اتخانقتيش قبل كده مع حد مثلا؟ لا اتخانقت. ده سؤال، ده سؤال انا بحب اساله عم. لا اتخانقت. يعني انا فاكره سمر حمزه، طبعا بطلتنا الكبيره سمر حمزه، سالناها بس سالناها السؤال ده وجاوبت بعد الهوا. لا انا برد يعني عادي. يعني قولي لنا هل حصل؟ اصلا مش احب ادعي المثاليه، يعني انا بحب تحصل كلنا. طبيعي. لكن مثلا نقدر نقول الموقف اللي انا عملت فيه اكشن تقدري تقولي مثلا 1% على مدار حياتي، بس مثلاً حد وصلك لليفل استفزاز مش طبيعي بقى، لازم يكون كرم حاجه بلوك اوت على ايديكي ولا لازم يكون حد بدا بالعنف معايا. انا ما ببداش، انا مستحيل ابدا. يا كريم بيقول لك ربنا يعني كرمه بايه؟ بلوك اوت ولا كان على الخفيف؟ لا 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 على الخفيف برضو، انا مجرد عايزه ادافع عن نفسي برضو، ما بحبش اذي حد يعني. أصيلة. حتى والله في البطوله يعني اصيله زيزي اصيله كابتن زيزي في الموضوع ده، اللي هو يا بنتي العبي يا بنتي. انت نورتينا وشرفتينا في حلقه النهارده، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ميرسي جدا، اتشرفت في ليك يا زيدي، نموذج رائع وجميل بجد للمرأة والرياضية المصرية. بالتوفيق ليكي في اللي جاي، ويوم من الأيام تبقي جميلة، ممكن جدا لو برامج رياضية تبقي كمان، أعتقد تبقى ناجحة جدا معاكي بإذن الله. إن شاء الله. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم ملف النادي الأهلي، وحينورنا كابتن أحمد سلامة، خليكم معانا.